قناة صحتي، رائدة الثقافة الصحية. مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج برامج صحة على قناة صحتي الفضائية. موعدنا متجدد كل يوم 3 من 5 ل 7 دول مباشرة، بنتكلم في كل المواضيع اللي بتهم حضراتكم. وزي ما بنبتدي كل حلقة وبنقول احنا هدفنا لحضراتكم تتابعونا من أجل صحة أفضل ومن أجل وعي وثقافة صحية لدى المواطن المصري، مش هدفنا إن احنا نتكلم على سبب مرض وعلاجه ويبقى كلام من أجل إن المريض فقط هو اللي يسمعه، لا، احنا عايزين كل المواطنين يتابعونا، وعايزين كل المواطنين يبقى عندهم فكرة لنرتقي بالوعي والثقافة الصحية لدى المواطن المصري. تنويه سريع عن فقراتنا النهاردة، عندنا فقرتين هنتكلم في أولى الفقرات على موضوع السمنة، هنتكلم بصفة عامة على السمنة وأسبابها وأنواعها، وهنخصص جزء من الفقرة عشان نتكلم على ما هو الحديث وأحدث الطرق لعلاج السمنة، إذا كان طرق علاجية أو إذا كان الطرق الجراحية لعلاج مرض السمنة. وحضراتكم تشاركونا على الهواء مباشرة من خلال التليفون لو عندكم أي أسئلة، وهنبقى سعداء إن احنا نرد على حضراتكم. وفي الفقرة الثانية هنتكلم على الملف اللي بنتحدث فيه بقالنا أكثر من أسبوع، وهو الملف الأسنان وصحة الأسنان لدى المواطن المصري، نظرا ان احنا يمكن زي ما قلنا من كام اسبوع ان احنا يمكن في اخر 5 دول في العالم كله حفاظا على الفم والاسنان. فلهذا قررنا احنا نفتح ملف كل اسبوع ونتكلم ولو بجزء بسيط لنرتقي بالوعي في هذه المنطقه. طيب، اولى فقراتنا النهارده زي ما قلنا هنتكلم على موضوع السمنه، ويشرفني ان يبقى معي ضيفي العزيز دكتور منير ويليام، كبير جراحي تجميل. مساء الخير يا فندم، منورنا النهارده. اهلا وسهلا. لو هنتكلم من الاول خالص، جايز يكون في بعض الاشخاص عارفين الكلام اللي هنقوله في الاول، ولكن عشان يبقى معمم لجميع الناس عايزين نتكلم كلمه سمنة ما معناها، وهل السمنة يعتبر مرض ام هو مجرد شكل او عرض؟ والحقيقه في البدايه السمنة معناها زياده وزن الجسم بنسبه 15% او اكثر عن الوزن المقابل بالنسبه للطول والسن والجنس. كانت بطريقة بسيطة قوي، كنا بنقول زمان عشان نحسبها بنجيب الوزن، بنجيب الطول بالسنتي ونطرح 100 ونقول ان ده الوزن بالكيلوغرام. ولكن الكلام المظبوط جدا عشان نكون دقيقين جدا، بنعمل حاجة اسمها رقم الكتلة. ورقم الكتلة ده عبارة عن الوزن بالكيلوغرام بنقسمه على مربع الطول بالمتر، بيطلع لي رقم، الرقم ده هو رقم الكتلة، وبالتالي فهو رقم ملوش اي حاجة تمييز بالنسبة له. رقم الكتلة اذا كان من 15 ل 20 دي بنعتبر ان ده هذا الانسان وزنه طبيعي ومناسب. من 20 الى 25 بيعتبر دي سمنة بسيطة. بعد كده من 25 ل 35 بتبقى سمنة متوسطة. من 35 ل 45 سمنة تعتبر ضخمة جدا، وتزيد من 45 الى السمنة المفرطة. لازم نميز بين زيادة الوزن نتيجة تراكم الدهون اللي هي السمنة، وزيادة الوزن نتيجة تراكم السوائل اللي هي الأديمة. الأديمة دي مرض تاني خالص، له علاقة بخلل بيكون موجود في القلب أو الكبد أو الكلى. دي يعني حاجة بعيد عن كلامنا. جايز ان انا وزني يزيد نتيجة تراكم السوائل بمرض بسبب تراكم سوائل. بالظبط كده، ما تعتبرش السمنة اللي حضرتك، ما تعتبرش السمنة دي، تعتبر على طول تراكم السوائل. ده حاجة اسمها إديمة، وإديمة ليها سبب واحد من ثلاثة، يا اما في خلل في وظيفة الكبد او القلب او بالنسبة للكلى، وليهم مواصفات معينة. دي بعيدة عن موضوعنا خالص، احنا بنتكلم عن السمنة نتيجة تراكم الدهون، زيادة وزن نتيجة تراكم الدهون. نرجع برضو، خلي بالك سيادتك، حاجة مهمة قوي قوي، ان الخلايا الدهنية دي تصرفها غريب شوية. بمعنى ايه؟ قبل مرحلة البلوغ بنلاقي ان زيادة الوزن نتيجة زيادة عدد الخلايا، هايبر بليزيا، زيادة عدد الخلايا الدهنية. بينما بعد مرحلة البلوغ بنلاقي كبر حجم الخلايا الدهنية هو السبب الاساسي لزيادة الوزن. ولازم نميز بين حاجتين عشان دي هتنفعني في العلاج بعد كده. يعني هل هذا موضوع يفرق مع الطبيب؟ يفرق كتير قوي. بالظبط كده، يفرق في العلاج. لما نيجي نتكلم عن طرق العلاج هنقول ليه احنا مثلا ما بنعملش شفط دهون قبل مرحله البلوغ. يبقى قبل مرحله البلوغ اللي الجسم الطفل بيزيد في وزنه نتيجه زياده عدد الخلايا الدهنيه. انهي متعب اكتر، او انهي يعمل مشاكل اكتر، او انهي يتعب الدكتور ان هو يعالجه اكتر؟ السمنة في السن الكبير ولا السمنة في السن الكبير؟ لا، شوف سيادتك، هو السمنة في علاجها هو اسلوب حضاري.
في كل الظروف ليه تكنيك معين بالنسبة للعلاج يعني، واخد بال سيادتك ازاي؟ اذا كنت بتتكلم على العلاج، انا من وجهة نظري العلاج عبارة عن اسلوب غذائي زائد اسلوب رياضي زائد قوة ارادة، والا المشرط هيشتغل. بمعنى ايه؟ الاسلوب الغذائي انا من ناحيتي من وجهة نظري لو سيادتك حبينا نتكلم فيه، كل واحد يقول لك ده نظام رجيم كيميائي وده نظام رجيم رياضي وده بالكالوريز ده 1000 كالوري ده 50 كالوري الكلام ده كله. انا ليا طريقه بسيطه جدا، انا لا امنع احد عن تناول اي شيء من الغذاء، ولكن لان لازم نبسطها للمشاهد فنقول ايه، ان انت احسب مجهودك النهارده. لو مجهودك النهارده عنيف، شوف وزنك كام كيلو واضرب في رقم 40، هيطلع عدد من السعرات كلها النهاردة. يعني لو وزني 100 كيلو والنهاردة حبذل مجهود جامد هضرب 140 هيطلع 4000 كالوري اكلهم بالطريقة اللي تعجبني. بس دي محتاجة ثقافة غذائية عالية قوي، اعرف البسكوتة دي فيها كم كالوري، البتفاحة دي فيها كم كالوري. بتشوف موضوع ده بره، تلاقي دايما المصريين هم بيشتروا حاجة من السوبر ماركت محسوب عليها عدد الكالوري والكلام ده كله. ولو انت مجهودك النهاردة متوسط، اضرب وزنك في رقم 37. ولو انت مجهودك النهارده قاعد في البيت جنب الريموت مش متحرك والتلفزيون جنبك ويوم اجازه، اضرب وزنك في رقم 34. دي طريقه بسيطه ومقربه تقول لك انت تاكل ايه النهارده. فدي اسلوب غذائي بيختلف من يوم ليوم وانت اللي بتحكم لنفسك، وانا ما بنعكش عن اي حاجه، وانت حاسب حسبتك في طريقه اكلك. بجيب جنبها الاسلوب الرياضي. ايه فايده الاسلوب الرياضي؟ انا اسلوب رياضي مش معناها ان العب ايروبكس واجري وجيم وكلام ده كله، لا، انا بقول لك استخدم الاسلوب الرياضي اللي يناسبك طول عمرك. وطبعا على الاقل هنقول المشي. وفي دراسه اتعملت، المشي لمده 22 دقيقه على الاقل يومي بطريقه منتظمه مستمره. يا ما جيش حد يقول ده انا عشان اروح شغلي بمشي مش عارف من محطه لمحطه، والظهر بمشي مش عارف. لو مشي 22 دقيقه او اكتر هذا يساعدني في اسلوب الرياضي. ايه وظيفه الاسلوب الرياضي؟ ثلاث حاجات. الاسلوب الرياضي نمرة واحد، بيخلي حرق الدهون مصدر اساسي للطاقة. سيادتك تعرف طبعا، كلنا نعرف ان دايما المواد النشوية والمواد السكرية المصدر اساسي للطاقة، وان كان كل واحد جرام بيديني حوالي ثلاث سعرات او حاجة زي كده، لكن كل واحد جرام دهن بيديني 9.3 سعر حراري. ولكن المشكلة ان الدهون حرقها صعب، فلو انا استخدمت اسلوب رياضي على اقل المشي، يبقى هستخدم الدهون نمرة واحد كمصدر للطاقة. نمرة اتنين، حمنع ترسيب الدهون قليلة الكثافة على جدران الأوعية الدموية، البيسلز، كابيلرز، أوردة الشرايين، الكلام ده، وبالتالي أقلل من نسبة حدوث جلطات في القلب في المخ وهكذا. دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة، لو هذا الإنسان عنده أسلوب رياضي، بيبقى حرق الدهون من العضلات أقل بمراحل من حرق الدهون اللي موجودة على جدار تجويف البطن او تحت الجلد وهكذا، وبالتالي الانسان تبقى صحته اقوى، ما عندوش ضعف في اقل مجهود بيعمله وهكذا. سيادتك اذا الانسان مشي على اسلوب رياضي زائد اسلوب غذائي زائد حاجه ثالثه مهمه جدا، قوه اراده. ما تجيش تقول لي انا عملت رجيم شهر ونص نزلت وبعد كده عملت رجيم وهكذا. قوه الاراده هي اسلوب الحياه. يبقى انت معود نفسك على اسلوب غذائي مظبوط وعلى اسلوب رياضي مظبوط وعندك قوه اراده، عمرك ما هتفكر في مشاكل السمنه او انواع السمنه او كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. هستاذن حضرتك، يعني عايزين نتكلم على اشكال بقى السمنه، قصه الكلام اللي بنسمعه اليومين دول عن السمنه الموضعيه وهذا الكلام، ولكن بعد ما ناخد مداخله تليفونيه. دكتور اتفضل. الو، مساء الخير يا بقى. الو، مساء الخير يا فندم. يبدو ان التليفون فصل، نتمنى حضرتك تحاول الاتصال مره اخرى. الكلام دلوقتي اللي بنسمعه يا فندم، ان في بعد ما اتكلمنا على السمنه اللي حضرتك بتشرحها لنا، بنسمع بعض خاصه عند السيدات يقول لك ده انا رحت الدكتور وقال لي في حاجه اسمها سمنه موضعيه. يعني ايه سمنه موضعيه يا فندم وايه اختلافها؟ طيب معلش، بيقول لي في كنترول التليفون عاد مره اخرى دكتور منير، فاستاذنك بس ناخد التليفون. الو، مساء الخير يا فندم. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا، اتفضلي. فندم السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. انا معايا طفله دكتور عندها 4 سنين ونص ووزنها 25 كيلو، بس هي عشان عندها ثقب في القلب، فالدكتور يعني بيقول لي حاولي اعملي لها تخسيس ان هي تخس رجيم، يعني ان هي تخس عشان الدهون دي ما تطلعش على قلبها. فالكلام ده صح ولا غلط؟ دي اول مشكله.
تاني مشكلة ان انا معايا ابني عنده 15 سنة بياخد الابر اللي هي بتاع الهرمون بتاعة الطول، وهو بياخدها بقاله سنتين، من ساعة ما خدها هو ما بيزيدش خالص. فانا احب اسمع حضرتك يعني اعمل ايه؟ ما بيزيدش في الوزن؟ ما بيزيدش في الوزن يعني ولا في الطول؟ خالص من ساعة ما ابتدى ياخد الابر بتاعة هرمون الطول ديت بتاعة الغدد هو ما بيزيدش خالص. ما بيزيدش في الوزن؟ وزنه ما بيزيدش قصدك؟ لا وزنه ما بيزيدش خالص، بل ان هو كمان ما بيطولش، يعني الابر كمان مش عامله معاه نتيجه. طيب تحب تسالها اي اسئله دكتور منير؟ لا لا تمام. طيب الف سلامه يا فندم، تابعينا خلال التلفزيون ودكتور منير هيرد على اسئله حضرتك. اتفضل. احنا نبدا بالبنت الصغيره اللي هي عندها 25 كيلو، اللي وزنها 25 طول. هي طبعا ما كلمتنيش بالنسبه للطول، لكن هي مساله وجود ثقب في القلب. اذا كان الدكتور اللي هو بيعالجها بالنسبه للمرض القلب اللي موجود عندها طالب ان الوزن ينزل، يبقى لازم الوزن ينزل. هنا الحقيقه بتخليني ارجع لكلمه صغيره، ان احنا اسلوبنا في تربيتنا لاولادنا بيبقى حاجه صعبه جدا. اعمل المجهود الفلاني وانا هجيب لك شوكولاته، انا هجيب لك بونبوني، انا هجيب لك مش... فبتكون النتيجه المشكله اللي انا قلت لك في البدايه عليها، ان الخلايا الدهنيه بتاعه الطفل بتزيد وتنقسم في العدد كتير، بتزيد في العدد. قد لا يظهر هذا في الوزن بتاع الطفل، قد لا يظهر في وزن كده، ويجي الولد يوصل او البنت لمرحله البلوغ وفجاه تلاقي الولد كان اساسا وزنه خفيف وكان رفيع ووزنه قليل، وفجاه عند مرحله البلوغ يقول لك ابتدى يبقى سمين جدا وابتدت تبقى مشكله. هنا المشكله في تربيتنا لاولادنا، ان احنا كنا بنستخدم معاهم الاسلوب الغير سليم اللي نتج عنه زياده انقسام الخلايا الدهنيه اللي هو ما بانش عليه صحيح في وقت مكان في مرحله لما ما بانش عليه في مرحله مكان صغير، لكن لما ابتدى ياكل ويكبر الخلايا دي ابتدت تكبر في الحجم وتبان عليه. طبعا هذا الطفل اذا كان لابد من انزال الوزن يبقى لازم هي تتبع اسلوب غذائي مظبوط معاها عشان ينزل الوزن، وفي نفس الوقت لازم يكون في اسلوب رياضي. اسلوب رياضي انا ما بقولوش يلعب حاجه هو عنده ثقب في القلب، لكن بقول لها تعوده على الحركه، لان الاطفال دول لو ابتدوا يقعدوا وان هو عنده 4 سنين ده هيبقى هانديكاب، ده هيبتدي تحصل له مشاكل القلب زي ما سيادتك عارف. الثقب ده موجود في الاذينه ولا في البطينه، هيبتدي يزرق ويقعد ويدخل في حاجات زي كده. الطفل الثاني اللي عنده 15 سنه اللي بياخد هرمون الطول، الحقيقه هنا دي مشكله كبيره جدا. يعني هو الحقن اللي بياخدها دي دكتور متخصص كتبها له، ولا هي شافت ابن صاحبها كان بياخد نفس الحقن فابتدى يتجرب فيه نفس الحقن؟ وبعدين خلي بال سيادتك سن 15 سنه ده سن حرج، يعني لغايه يعني من سن يمكن 13 سنه لغايه 16 سنه هو ده السن الاساسي في عمليات الطول واللعب هرمونات الطول، لان مراكز النمو زي ما سيادتك تعرف في العظم بتفرق من سن لسن، ونعرف ان كل عظمه ليها مركز نمو معين وعمره السني او بيقفل عند لحظه معينه وهكذا. انا شايف ان الحقن اللي هو بياخدها مش ما فيش حق، يعني في انسان ما فيهاش تخصص بدليل ان هي بتقول لي سنتين بياخد الحقن، بالعكس طوله زي ما هو وزنه زي ما هو. طبعا انصحها لازم تدخل في مركز متخصص في الغدد الصماء وتبتدي تعالج، تراجع موضوع الهرمونات اللي هو بياخدها. طبعا مظبوط كده تمام. طيب هستاذن عليك يا دكتور منير، هنستكمل حديثنا ولكن هنطلع فاصل قصير ونعود مره اخرى نستكمل حديثنا زي مشاهدين عن السمنه ولكن بعد الفاصل. I'm not doing it.
سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، انك لا تخلف الميعاد. عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين وبنستكمل حديثنا على ملف التجميل، وبنتكلم النهاردة على السمنة وكيفية علاج السمنة. واتكلمنا قبل الفاصل مع ضيفي العزيز دكتور منير ويليام كبير جراح التجميل، أهلا مرة أخرى يا أمل، على السمنة وتعريف السمنة وإزاي أقدر أحددها وأحط نفسي في أني جروب، وكنا زمان تحسب إزاي ودلوقتي تحسب إزاي، وكنا دلوقتي هنبتدي نتكلم على اشكال السمنه والكلمات اللي احنا بنسمعها جديد من سمنه موضعيه من سمنه مفرطه، كيفيه التعامل معاها من نظر طبيب متخصص. كلمه سمنه موضعيه مثلا كلمه برضو جديده علينا، معنى ايه؟ هي السمنه الموضعيه هي النوع الاول من انواع السمنه اللي هو بالحسبه البسيطه اللي فيها رقم الكتله بيطلع ما بين 15 ل 25. اوكي. وبنفكر برضو المشاهد برقم الكتله عباره عن ايه؟ كل واحد فينا يحسب وزنه بالكيلوغرام يقسمه على مربع طوله بالمتر، يعني انا وزني مثلا 100 كيلو وطولي 160 سنتي، بقسم 100 كيلو 100 على 1.6 تايمز 1.6 هيطلع رقم. اذا الرقم ده من 15 ل 25 دي سمنه موضعيه او سمنه بسيطه. عاده دي بيكون فيها تراكم دهون موجود في منطقه مثلا الفخذ من اعلى، منطقه الهانش، منطقه اسفل البطن، منطقه الارداف. والعلاج الامثل في هذه الحالات عاده من وجهه نظري انا كجراح تجميل بقى بيكون شفط الدهون. شفط الدهون، كلمه شفط الدهون دي بقى كلمه مطاطه دلوقتي وسمعنا فيها عن كلام كتير قوي. شفط الدهون قد يكون عن طريق جهاز شفط عادي، وقد يكون شفط الدهون عن طريق انك انت الموجات التصادميه الالترا ساوند، ودي بتكون بطريقة أفضل من الشفط العادي. الشفط العادي ممكن تلاقي فيه نزيف بيحصل تحت الجلد فترة ومحتاج معاملة خاصة ومحتاج ستريتش بطريقة معينة. الشفط بالطريقة التانية اللي هو عن طريق الألترا ساوند، إن بتدي موجات ليها درجة حرارة معينة بتسيح الدهون دون أن تؤثر على الأوردة أو الشرايين، وبالتالي بينزل عندك الدهون بيور من غير ما يكون فيها دم او نزيف او حاجه زي كده، من غير ما يعتبر تدخل جراحي ولا اي شيء. لا، كل الشفط بيتم من خلال فتحه بتكون عباره عن غرزه، نقول 1 سنتي في الاماكن اللي موجوده. كويس. البطن يكون اسفل البطن، الفخذ من الداخل بيبقى بفتحه معينه، من الخارج بفتحه معينه، وهكذا. هنا الطريقه اسهل لان نسبه النزيف اقل، ودي تعتبر من اجمل طرق الشفط وامنها، لان طبعا هنسمع عن شفط الدهون كلام تاني كتير. الحاجه الثالثه في شفط الدهون الموضه اللي ماشيه دلوقتي الشفط بالليزر، هي نفس الفكره انك بتعمل موجات وبتسيح الدهون وبتطلع. لكن لو رجعنا علميا للاف دي اي اللي هي فود اند دراج ادمنستريشن في امريكا، او حتى لو رجعنا للسي اي في اوروبا، هنلاقي في تحفظ لا زال. وانا بنبه المشاهد طبعا لان احنا القناه هنا مفتوحه ولازم نتكلم الكلام المظبوط، من ان في تحفظ على استخدام الليزر في شفط الدهون، لانه بيعمل نوع معين من التغير في الخلايا، بيحصل ميوتيشن لبعض الخلايا، وفي مشاكل لسه ما استقرتش على ان نقول ان هذه الطريقه معتمده عالميا ومن غير ما يكون فيها مشاكل جانبيه. يبقى من الكلام اللي انا قلته ان شفط الدهون بيكون امن حاجه عن طريق الالترا ساوند. اوكي، الموجات الفوق الموجات الفوسطيه. نيجي برضو لحكايه اخد دم في شفط الدهون ولا ما اخدش دم. يعني بنسمع عن امريكا اكبر تقدم في الدنيا بيعملوا شفط الدهون وبيبقى كميات كبيره جدا، وبينقلوا قصادها دم كميات كبيره جدا. فهنا بقى يجي الكلام الحقيقه في الجراح، انا واحد من الناس ما بحبش استخدم نقل دم لاي مريض. كنا زمان بندخل المريض المستشفى وناخد منه 500 سم دم ليله العمليه، ويوم العمليه بنعمل عمليه شفط الدهون
ورجع الدم بتاعه ندهوله مرة تانية. لكن الأأمن خالص انك انت بتعتمد في شفط الدهون على تحاليل المريض قبل العملية واثناء العملية. وبيكون عندك انت مثلا بتشتغل على حاجة زي الهيماتوكريت رقم معين كده طبي معين, وانت نفرض ان المريض دخل برقم معين مثلا 40% 45% 35, انت بتشفط وبتبقى طول الوقت في العملية شغال لغاية ما الرقم ده ينزل لرقم معين. اقل من هذا الرقم في ريسك, ممكن المريض يموت منك. يبقى اذا انت ليك تحفظ, ودي الطريقة الصح. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان ممكن المريض يجي يطلب شفط دهون وجسمه يعني من النوع المثالي لعمليات شفط الدهون, لان في ممكن مريض يجي يطلب منك عملية شفط الدهون لا يصلح لها وانت ترفض طبعا. فانت بتقول له انا بقول لك مبدئي ما بحبش نقل دم في شفط الدهون, ماشي. بتقول له مثلا قول لي اكتر حتة تحب تبدأ فيها ايه, يقول لك مثلا اسفل البطن, بعد كده اكتر حتة ايه, ممكن يقول لك الفخذ, وانت ترتبهم معاه كده واحد كده اتنين كده تلاتة. بقول الكلام ده ليه؟ لان ممكن انت بتشتغل عملت نمرة واحد وعملت نمرة اتنين وبعدين لقيت الرقم ده نزل, فانت مش هتقدر تكمل. يقوم بالسلامة يبقى كويس ويفكر في عملية تاني في وقت تاني يعملها, ايه المشكلة؟ بس انا يهمني سلامة المريض. عشان كده بقول لك كلمة شفط الدهون دي من العمليات اللي عملت مشكلة كبيرة جدا. كمان بنسمع عن شفط دهون اصلا, يعني مجرد بشوف الحقيقه من الاسئله اللي بتجيلي دايما والحاجات دي كلها بقى بعبع اسمه شفط دهون, وبالذات ان في ناس توفت في عمليات شفط دهون. فاحنا برضو نوصل الرساله للمشاهد. في من ضمن الحاجات شفط الدهون بالبنج الموضعي, انا برضو عايز اوصل رساله هنا مهمه جدا. شفط الدهون بالبنج الموضعي من العمليات الخطر. ليه؟ لان انا لما باجي بشفط دهون بالبنج الموضعي بحقن ماده مخدره وبحقن ماده قابضه للاوعيه, يعني بحقن البنج بتاعي وبحقن مثلا معاه ادرينالين وبعمل عمليه الشفط, والمريض صاحي معاك وبيتكلم وخرج من العمليه وقعد واتغدى واخر النهار حصلت له مشكله مات. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الماده القابضه اللي هي الادرينالين ممكن تفك فجاه كلها, وتلاقي كل اللوكال انستيتيك فجاه ضرب القلب, فجاه المريض نزل. عشان كده بقول ان حتى شفط الدهون لو اجري تحت تخدير موضعي افضل ان المريض يبات في المستشفى, بينما لو اجري شفط الدهون تحت مخدر عموم ممكن يخرج بعد ساعتين. عشان كده في ناس بتستهزئ بتقول لك الله انا اعمل بنج موضعي عشان ابقى كويس. بالنسبه للناس البنج الموضعي ده اسهل وهعرف في نفس بالظبط كده, لكن خطوره البنج الموضعي اكثر جدا من خطوره البنج الكلي. بس معلش اصل انا احب دايما الناس تبقى يبقى فاهمه يبقى في الصوره فاهم, لان لازم اشرح له ويبقى الكلام واضح للكلام الكل. ده الحقيقه بطريقه مختصره جدا الكلام عن السمنه الموضعيه لسيادتك وعلاجها, واتفقنا ان اساسا عن طريق الشفط وانسبهم هو الالترا ساوند. الالترا ساوند بالظبط الموجات التصادميه. طيب قبل ما ننتقل للخطوه اللي بعدها ناخد مداخله ثانيه لدكتور منير. اتفضل. الو مساء الخير يا فندم. الو مساء الخير يا فندم. طيب يبدو ان التليفون فصل وعندنا مشكله في التليفونات, تم حضرتك تعود الاتصال مره اخرى, ننتقل بعد كده. ده السمنه الموضعيه اللي الناس كتير بيشتكوا منها, خاصه السيدات تيجي تقول انا عندي مشكله في الارداف او عندي مشكله في العنش اسفل البطن, الذراع من فوق هكذا. ننتقل للمرحله اللي بعدها, السمنه المتوسطه. التليفون معاك مره اخرى يا دكتور فني. اتفضل. الو مساء الخير يا فندم. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه معايا الدكتور لو سمحت. اتفضل يا فندم. ايوه لو سمحت يا دكتور. ايوه بخصوص السمنه يعني وكده ان شاء الله. لا معلش يا فندم, بس انا عايزك توطي التلفزيون على الاخر خالص بعد اذنك واسمعنا من التليفون. طيب اتفضل. المهم بخصوص الفصائل, يعني الفصيل بيقول لك دكتور يرجم الفصائل دلوقتي وقال له مثلا انا فصيلتي او, سمعت ان هي القهوه بتتخن في فصيلتي او, دي صح ولا لا؟ وهل دلوقتي انا سني 55 سنه يا دكتور. وطبعا عارف يعني لما اجي اعمل رجيم ولا حاجه بيبقى التخسيس مش زي ما يكون واحد عنده 20 سنه او 30 سنه. دلوقتي انا عايز تقول لي على حاجات تحرق اللي هي حاجات الحرق للجسم, وهل اللي هي رجيم الفصائل بيه مظبوط ولا لا, ونسمع بيه ولا ونعمل بيه ولا لا؟ طيب حضرتك عندك اي امراض مزمنه يا فندم؟ لا انا عندي, لا الحمد لله ما عنديش, الحمد لله ما فيش حاجه. مدخن يا فندم؟ لا لا لا. طيب وزنك قد ايه؟ نعم. وزن حضرتك؟ وزني حوالي 115 كده.
والطول؟ الطول الطول حوالي 68 متر 68. طيب شكرا يا فندم، ألف سلامة على حضرتك. دكتور منير هيرد على أسئلة معاليك. أول حاجة بيتكلم على رجيم الفصيلة الدم، ده برضو أحد الحاجات اللي عملت ضجة من فترة في مصر. الحقيقة يعني هو الرجيم بتاع فصيلة الدم ده من الحاجات المدروسة ودي من الحاجات المظبوطة جدا. هي المسألة إيه؟ الرجيم بيجي إزاي؟ إن مثلا في فصيلة معينة زي فصيلة بي دي بتحب مثلا اللحوم، وفصيلة معينة زي فصيلة A بتحب أكتر الدواجن. فبتكون النتيجة انك انت مدى قابلية الانسان لانواع معينة من الاكل بيتفصل عليها نظام الرجيم اللي احنا بنتكلم عليه. لكن زي ما انا بقول هو نظام طبعا مقبول، ولكن رجيم من غير اسلوب رياضي من غير قوة ارادة ملوش لازمة. يعني هي مسألة. وبعدين راجل بيكلمني وزنه 115 كيلو وطوله 168 سنتي، يعني المفروض وزنه ما يوصلش يعني لغاية 75 اقصى حاجة، وبيكلمني في حوالي 40 كيلو زيادة وبيكلمني على الرجيم. لا طبعا هذا الانسان محتاج ان هو يتعمل له شيك اب طبعا، ولازم ينزل الوزن بطريقة معينة. وانا شخصيا اعتقد ان ده هيكون اقرب الى الطرق الجراحية اللي انا هكمل فيها وهتكلم فيها دلوقتي، واخد بال سيادتك ازاي؟ لان يعني ما اقدرش اقول ان انا هنزل 40 كيلو يعني في سن 55 سنة او حد عايز ينزل 40 كيلو رقم كبير. هو انا عايز اقول لسيادتك كلمة رجيم يعني تجويع، يعني انت بتجوع، يعني انت بتنظم نظام عن طريق التجويع، هو ده رجيم. يعني انا بنظم اكلي. فللاسف في الحالات دي احنا لسه بنتكلم قبل مرحلة البلوغ سيادتك، عدد الخلايا بيزيد. بعد مرحلة البلوغ حجمها بيكبر. هذا الانسان عنده وزن زيادة، يبقى عدد الخلايا عنده ثابت ولكن حجمها كبير. سيادتك بتجوع الخلايا لكن لا زال عدد الخلايا موجود، الوزن بينقص لان الخلايا بتقل لكن عدد ثابت. ومن هنا بتيجي الخطورة بتاعت هذه الحالة، انك انت دلوقتي مع معركة في عدد خلايا كبير موجود في جسم هذا الانسان. انا اتوقع هذا الانسان يكون في السمنة المتوسطة او المفرطة. نمسك الاثنين عشان نميز بينهم. السمنة المتوسطة، حد مثال بسيط للراجل وللست. الراجل اللي كان بطل الجمهورية في رفع الأثقال وفجأة بطل وقعد على مكتب وشغال بالريموت وتكون له كرش ووقع، او الست اللي ولدت كذا مرة وبطنها سقطت وابتدت يحصل ترهل فيها وقعدت، هو ده المرحلة الثانية اللي هي فيها ترهل وسقوط في عضلات البطن اللي هي البندولوس أبدومين. هنا التدخل لابد ان يكون جراحي بثلاث عمليات، جراحي في وقت واحد، ثلاث عمليات مع بعض مع بعض. الحاجة الاولانية البطن اللي وقع دي هي وقعت ليه؟ وقعت لان في عضلتين اقوياء مسكين الصدر بالحوض فتحوا من بعض فابتدى الكرش يتكون. فانت بتمسك العضلتين دول ترجعهم، يبقى تقوية عضلات البطن اللي هو اصلاح فتق بجدار البطن. دي العملية الاولى. العملية التانية في نفس الوقت شفط الدهون الموجودة في جدار البطن. العملية التالتة استئصال الجلد الزائد اللي هو نازل متراهل الى اسفل. ده بيكون من خلال جرح عرضي يشبه جرح القيصرية. في ناس بتجيب الجرح ده من اول الجسم لاخر الجسم، هذا الكلام غير مستحب على الاطلاق، وعادة بنعمل جرح ما يزيدش عن 15 سنتي، بنشيل فيه كل هذا الكلام، نقدر فيه من خلاله نقوي عضلات البطن، نشفط الدهون في جدار البطن، نستأصل الجلد الزائد في عملية واحدة ممكن ما تاخدش ساعة ساعة ونص وانتهت المشكلة. اذا اتعمل شفط دهون بس ده غلط، اذا اتعمل اصلاح فتق وبس ده غلط، اذا اتعمل مجرد استئصال للجلد والدهن اللصائد ده يعتبر عملية، في كل الحالات دي عملية غير مكتملة. لازم اعمل الثلاثة مع بعض، ثلاثة مع بعض بالظبط كده، اقوي عضلات اشفط دهون استأصل الجلد والدهن الزائد. هي دي المرحلة اللي هي السمنة المتوسطة. المتوسطة كويسة، ننتقل بعدها. طب ادخل من كده شوية اللي هي السمنة المفرطة. السمنة المفرطة اللي هي رقم الكتلة ما انتهش خالص، نرجع دايما لرقم الكتلة. رقم الكتلة بتاع السمنة المفرطة بيزيد عن 45 اللي هي الوزن بالكيلو جرام على مربع طول بالمتر. في الحالة دي انا عندي مشكلة، المشكلة بتاعتي انا هلعب على مستوى يا المعدة يا الامعاء الرفيعة. المعدة ليه؟ لان المعدة دي مجال الهضم. والامعاء الرفيعة ليه؟ لان الامعاء الرفيعة مجال الامتصاص. بينما الامعاء الغليظه ما لهاش علاقه باي هذا الكلام، امتصاص فيها بسيط وما هوش مشكله تعتبر بالنسبه لنا كبيره على مستوى السمنه. نمسك المعده،
المعدة حاجة من تلاتة، يا هلعب على المعدة من جوه، يا هلعب على جدار المعدة، يا هلعب على المعدة من بره. يعني ايه الكلام ده كله؟ المعدة من جوه اركب بالون، على جدار المعدة اركب حلقة، سوري على المعدة من بره اركب حلقة، على جدار المعدة استأصل جزء من المعدة. يبقى انا دلوقتي بلعب في ثلاث مناطق. تاني مرة اخرى، المعده المكان اللي بيتجمع فيه، عايز اصغرها، عايز اصغرها حضرتك، الهدف ان عايز اصغرها. اصغرها ازاي؟ كويس، يعني ادي حاجه جواها اللي هي بنركب بالون بالمنظار، وده مستحب في الاطفال قبل مرحله البلوغ. كويس، واخد بال سيادتك ازاي؟ لان انت ما بتلعبش في الخلايا، وعنده انقسام كبير في الخلايا، والتيكاوي موجود في الشارع كتير، والولد مش ماسك نفسه. فانت بتركب بالون في وقت معين تحطها، وفي وقت معين تشيلها. ودي بتبقى بمنظار، عملية ما بتاخدش ربع ساعة وانتهينا منها. يا اما اجي على جدار المعدة واروح قطعه، اللي هي عملية تدبيس المعدة. تدبيس المعدة انك انت بتيجي، الغرض من عملية تدبيس المعدة انك تخلي حجم المعدة ما يزيدش عن 100 سنتي و10 مكعب، بانك بتاخد خياطه معينه، حتى دي بتيجي بالمنظار بالطول بطريقه معينه، بحيث ان هذا الحجم اللي هو 100 سم و10 مكعب دي ما تسمحش بمرور اكتر من فنجان قهوه. اوكي، وبالتالي الانسان لو اكل كميه اكتر من كده بيقدر ان هو بيبقى بيرجع، ما بيقدرش يستحمل، يبتدي يعود نفسه ويشتغل. وهقول لسيادتك ليه العمليه دي اترفضت بعد كده، تدبيس المعده ما بقاش مستحب دلوقتي. واخد بال سيادتك؟ يا اما انك بتيجي من بره تركب حلقه. كويس، ودي من اكتر العمليات شيوعا حتى في معظم الدول العربيه اللي احنا موجودين فيها. وحمسك كل واحده فيهم وهقول العيوب بتاعتها ايه. يبقى دلوقتي الجزء الاول من العمليات بتاعه السمنه المفرطه، يا اما بنشتغل على مستوى المعده اللي هي تركيب بالون. تركيب بالون ده غير مستحب، لانه ممكن في بعض الحالات يكون البالون منفوخ او في كمية الهواء أكبر من اللازم، يؤدي إلى تقرح في المعدة أو نزيف من جدار المعدة، ويبقى العيان ابتدى يكح دم. سيبنا مشكلة، دخلنا في مشكلة، دخلنا مشكلة أخرى. الحاجة الثانية اللي هي تدبيس المعدة غير مستحب ليه، والFDA وقفتها دلوقتي، مع أن في ناس لسه لازالت بتجريها، لأن لقينا العيان بتاع تدبيس المعدة ذكي قوي. أول 6 أشهر كويس، خس ونزل 50 كيلو، تاني 6 أشهر بقى جميل، تاني سنة رجع تخين تاني، بس أسوأ من الأول. إزاي؟ بقى يستسهل ويشرب السوائل اللي هي سكرية بنسب كبيرة، بتعدي مفيش مشكلة، وبقى يستسهل يأكل شوكولاتات وحاجات حلوة زي كده، هو بتعدي، ما هو كل الكمية بقى يتحايل على موضوع الكمية، على موضوع كده بيدخل حاجات الجسم مش أشد الحاجة ليها، زي السكريات وزي النشويات والكلام ده كله. فبتكون نتيجة لهذا المريض بعد سنتين يبص تكون عنده سمنة بس من النوع السيء. يعني ايه؟ تلاقي فيه ترهل في كل حته في جسمه، الدراع مترهل من نواحي، البطن واقع من حتت، الرجلين من فوق، الرجلين من تحت، وهكذا. هنا بقت المشكله. ده مش كده وبس، ده كمان عضلاته ضعيفه، فهو ابتدى ينزل الوزن بتاعه، فقط هو بروتين وكربوهيدرات ونشويات ودهون والكلام ده كله، لكن رجعها في صوره نشويات وسكريات ودهون، وبالتالي فبيبقى هذا الانسان ضعيف. عشان كده العملية دي فيها تحفظات كتيرة جدا على عملية تدبيس المعدة، عكس ما الناس متوقعة تقولك انا هعمل عملية تدبيس المعدة. لا، دي بقت حتى لو دخلنا على الـ FDA هنلاقيها من العمليات التي اوقف العمل منها منذ اكثر من 6 سنوات. كويس. الطريقة الثالثة اللي هي تركيب حلقة. ايه عيوبها؟ الحقيقة الحلقة دي انا باجي على جدار المعدة واركب حلقة، وباجي عند تجويف البطن تحت الجلد بزرع صمام. الصمام ده انا حاسه والمريض حاسه. السمام ده لو متوصل بالحلقة يبقى في خيط بيربط بينه وبين الحلقة. إذا حقلت في الصمام محلول ملح، بتكون النتيجة إن الحلقة بتضيق. تقفل البطن. العيان النهاردة عايزين نقفل عليه، نديله أسبوع نقول له قلل الأكل بتاعك، نديله يوم فري نروحوا شافطين المادة اللي حقلنا في الحلقة محلول ملح أو غيرها، فتحنا الحلقة والعيان ابتدى ياكل. كويس. شيء جميل. الناس إيه طبعا بالنسبة لهم ده أسلوب سهل، ولكن اللي بيحصل نسبة حدوث اختناق، ان جزء من الامعاء الرفيع يلف حوالين الحبل اللي واصل بين الحلقة وبين الصمام بتزيد عن 8%، وبالتالي هنا في خطر ان يحصل انسداد معه. ما هو عملية حلوة وجميلة، صحيح مكلفة بعض الشيء، لكن مش مشكلة. لكن المشكلة ان ليها بعض المضاعفات اللي هي ان جزء من الامعاء الرفيعة يبتدي يلف عليه.
عشان كده انا قلت عمليات كتيره، قلت اركب بالون او اركب حلقه او ادبس معده، كله دلوقتي في ريسك، في نسبه خطر. طبعا كان بيتعمل عمليات اعنف من كده، ان احنا بنعمل تصغير للمعده جراحي ونستأصل جزء من الامعاء الرفيعه، واخد بال سيادتك ازاي، او بنوصل المعده بالامعاء الغليظه ونفصل الامعاء الرفيعه دون ان نعمل التدخل الجراحي بتاعها. ده كلام كله يرجعني لايه؟ احنا بنتكلم في حاجات خطيره جدا وكلام كبير جدا وسيبنا بالفطره. ارجع للبدايه الاولانيه، ان الام في البيت هي الاساس، لازم اكلنا نحافظ عليه، لازم يكون في خضروات طازجه، لازم يكون في فاكهه طازجه. طيب انا استاذ حضرتك دكتور منير، عشان قبل ما اتكلم بقى على الكلام المهم كل مواطن يعرفه، ناخد مداخله تليفونيه اخرى ونكمل حديثنا. الو مساء الخير يا فندم. يبدو ان كل تليفون لازم نتكلم مرتين، يعني ما عندنا مشكله معلش في التليفونات. يبقى حضرتك بتقول روشته مهمه قوي، البيت هو الاساس. تماما، والام والاب او اولياء الام هي الاساس، هم الاساس بالظبط. يعني يعني سيادتك انت شفت دلوقتي احنا اتكلمنا عمليات كتير قوي، اتكلمنا عن شفط دهون وقلنا المخاطر بتاعتها، واتكلمنا على العمليات الثلاثيه بتاعه شد جدار البطن اللي بيحصل فيها ترهل في البطن، وبعدين اتكلمنا على المعده وازاي نشتغل عليها بتركيب بالون او تضييق الحلقه او عن طريق تصغير المعده او استئصال جزء من الامعاء او عدم استئصال جزء من الامعاء. ودي كلها خناقات كبيره انا بتخانق فيها مع الخلايا الدهنيه، عايز اصغرها والاثار الجانبيه بتاعتها والكلام ده كله. طيب ما من البدايه انا بقى انسان عندي الثقافه الغذائيه اللي هي كيف احافظ على طريقه اكلي اللي هو الاسلوب الغذائي، وكيف يكون عندي الاسلوب الرياضي البسيط، وكيف تكون عندي قوه الاراده، ويبقى معاملتي مع الاكل هي اسلوب حياتي. نبص للناس عايشه ازاي، هو ده الاسلوب. انما هنعود نفسنا على الاكل المفرط، ده هتبقى مشكله كبيره جدا. وعشان كده المشكله بترجع من البيت، الام هي الاساس، ما كانتش تحافظ على الاكل، ما كانتش تدي ثقافه غذائيه، طبق السلطه، الخضروات الطازجه، الالياف اللي موجوده في الاكل اللي هي تخلي الانسان اساسا يبقى بعيد جدا عن السمنه المفرطه من ناحيه، وفي نفس الوقت كل مشاكل الجلد وترهل الجلد وسقوط الشعر وعلامات العجز والبشره المشكله اللي فيها مشاكل وكل الامراض المختلفه الموجوده فيها، كل هذه المشاكل اقدر ابداها من البدايه باسلوب غذائي مظبوط واسلوب رياضي مظبوط وقوه اراده، ويبقى ده اسلوب حياه في البيت. المشكله هنا تقع على الام، انما الاغذيه اللي انت شايفها دلوقتي والفاست الحاجات اللي هي ديليفري والحاجات والفاست فودز والحاجات الموجوده دي هي اللي اساءت الى تركيب الانسان. واحنا على فكره مش اوحش جسم في العالم في المنظر، بالعكس انت لو دخلت جوه الامريكان وجوه بعض الدول الاوروبيه والدول الاشتراكيه والكلام ده هتلاقي اجسام واحجام اصعب كتير جدا من شكل المصريين، واخد بال سيادتك ازاي. ولكن علينا ان احنا نبدا من البدايه الاسلوب الغذائي والاسلوب الرياضي وقوه الاراده يكون ده اسلوب حياتنا، والا انت شايف مشاكل وشايف عمليات ومش كله ودايما المريض على فكره بيشتكي مهما تكن النتيجة، دايما المريض عنده شكوى وندخل في مشاكل ملهاش لازمة. دكتور منير بيذكر نقطة مهمة قوي، هو الاكسبكتيشنز دايما بتاعت المريض بتاع السمنة خاصة المقبل على العملية توقعاته بتبقى عالية قوي، فهو دائما شكوى حتى بيخس 40 و50 و60 كيلو ولكن دائما عنده مشكلة في الأكل، دائما شكله مش عاجبه. فالموضوع زي ما دكتور منير بيقول الموضوع مش سهل، ويمكن الحاجات اللي تلفت الانظار رغم ان دكتور منير جراح تجميل فهو كل عمليه بيتكلم على مميزاتها ومضاعفاتها وبيأكد على قصه المشاكل والمضاعفات اللي ورد حدوثها مع اي عمليه، مع اي عمليه من العمليات بالظبط، لانه مش سحر يعني. الواحد بيتهيأ له انه داخل وهيطلع حاجه ثانيه، بالعكس الانسان اللي بيتكلم عنه اللي بينزل 40 50 كيلو ده هذا الانسان بيرجع لعمليات اصلاح للترهلات اللي حصلت في جسمه لا تقل عن 15 عمليات. بيجي يقول لك الدراع، تظبط الدراع، بعد شويه تلاقي الرجل، وبعدين تلاقي الجرح بتاع الدراع مش مظبوط، وبعدين الرجل رجلها مش مظبوط، وبعدين المنظر بقى مش مظبوط، وبيدخلوا في مشاكل تانية على فكره، وتدخل في عوامل نفسيه وعوامل صعبه جدا على يعني. برضو انت لفتت نظر النقطه جدا، عاده في حالات السمنه المفرطه الطبيب التجميل وطبيب الطب النفسي مع بعض في خط واحد. يعني دايما المريض بتاعي قبل ما بعمله في الحالات السمنه المفرطه دي باخد راي طبيب نفسي.